طبعا مشاهدينا من بعد ما شفنا بعض المقاطع نستقبل هسه ويانا المخرج المبدع والمتالق لهذا الانجاز الرائع الاستاذ ليث عسكر حتى نسولف فيها اكثر بخصوص هذا الفيلم يسعد صباحك استاذ نورتنا يسعد صباحك استاذ اهلا بك نورتنا صباح الخير عليكم وعلى مشاهديكم أهلا الكرام اهلا بك بالبدايه خلينا نحكي على الفيلم اللي اسمه تذكره قتل صفر واحد شلون اجت ببالك هالاسم وليش واكو يعني عندك بي غايه بالبدايه على اسم الفيلم طبعا هو الفيلم للحقيقه يعني انتاجه قبل سنتين احنا نشتغل على الفيلم والى حد الان يلا الحمد لله والشكر انه قدرنا انه نخلص هذا العمل تذكره القتل هو اول فيلم سينمائي اكشن بالعراق من فئه افلام البوليسيه الطويله تذكره قتل صفر واحد اللي هو يرمز لها الى الجزء الاول للفيلم كذلك صفر واحد ترمز الى انه اول شخصيه يغتالها اللي هو بطل الفيلم آه خالد بعد ان انه آه كان شخص مسالم فاول شخص اغتاله في حياته سمى الفيلم على اسمه انه آه كل شخص بدا يغتاله بالفيلم بدا ينطيه تذكره انه هذا الشخص تذكره القتل مالته كذا 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 للسبب كذا 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 حتى يبرر للامن اللي راح يدقق بالتفاصيل الجريمه بعده انه هذا لهذا السبب انقتل <applause> <applause> يعني يشوف له تبرير اكيد طبعا عمل. هو شخص البطل الفيلم هو محقق يعني <applause> مصطفى سليمان هو شخصية محققة مسالمة <applause> كان شخصية مسالمة فنقلوه من دائرة إلى دائرة فمن نقلوه من دائرة إلى دائرة دخل بدائرة شاف بها حجم الفساد وحجم التضخم المالي والفساد عام على الدائرة كامل فبدأ يحقق بالملفات الى انه تحول من شخص ايجابي الى شخص سلبي بعد ان انه انتهت حياته وانتهت عائلته ما اريد نعم. نكشف تفاصيل اكثر عن الفيلم نترككم انتم تشوفون الفيلم وبعدين ان تحكم. شاء الله اكيد إن شاء الله. ان شاء الله طبعا استاذ ليث أنا حاب اعرف من عندك هل اليوم برايك العراق يمتلك كل المقومات الاساسيه حتى ينتج هيك افلام بالبدايه انه هو العراقي يمتلك مقومات اكثر من اللي احنا نتخيله مم. يعني احنا عندنا شباب عراقيين مبدعين يعني والدليل انه اغلب الممثلين اللي بالفيلم اللي شاركوا اللي هم تقريبا 75 واحد اغلبيتهم كانوا من الشباب الموهوبين يعني هنا ما اعتمدنا على شخص انه يكون شخص مشهور او الا انه هذا الشخص اذا كان مشهور احنا نجيبه يشارك بالعمل او لا يعني مثلا عندنا بطل الفيلم الرئيسي اللي هو ناصر الجبل هو ممثل خريج اداره واقتصاد بس الموهبه مالته خلته انه يتفوق على الشباب اللي موجودين بالفيلم يعني تفوق على اغلبيه الشباب بانجازه يعني هاي الشهاده ما من مخرج يعني اكيد انا ما راح اتحيز الواحد من الممثلين ال 75 اللي كانوا ويانا يعني كلهم رائعين بس بشهاده السينمائيين مثلا شهاده الاستاذ مهدي عباس وشهاده مدير دائره السينما والمسرح الاغلبيه كانوا انه هذا الشاب موهبه يعني موهبه عظيمه يعني انه شاب أكيد. بهذا العمر حصل هذا الجمهور والتفاعل طيب أستاذ ليث عفواً من بعد ما شفنا التعب على الفيلم والأشخاص والممثلين كل هذا التعب وزارة الثقافة أخذت الفيلم؟ طبعاً أكيد هو بالبداية الإنتاج كان إنتاج شبابي كان إنتاج شبابي يعني كل الشباب اللي نجوا من الفيلم هم من عده محافظات عراقيه نعم من زافو الى الفاو يعني ما خلينا محافظه عراقيه اذا ما اخذنا منها موهوبين فد ثلاثه اربعه من هذه المحافظه آه بعدها من وزاره الثقافه كان لنا اول زياره لها آه صراحه يعني رحبوا بالعمل ترحيب فظيع يعني حلو. واحنا ما ننكر انه وزاره الثقافه وعلى راسها الدكتور احمد فكاك البدراني اللي هو وزير الثقافه رحب بالعمل بشكل يعني جيد جدا يعني انه هذا العمل شلون شباب قدروا يشتغلون هيك عمل وهيك ضخاميه وخصوصا التصوير تصوير الفيلم استغرق تقريبا تسعه اشهر يعني انه شباب مبدعين اشتغلوا هذا العمل كذلك انه اول يد المدتنا بوزاره الثقافه وما ننسى هذا الفضل والرجال يعني يمد ايده لاي شخص يعني من خلال لقائكم اي شخص عنده عمل وعنده موهبه يقدر يروح لوزاره الثقافه مجرد انه يسال عن الدكتور علي رضا مدير دائره الشؤون الاداريه والماليه راح يشوف كل الدعم اللي قدمه له يعني انسان حلو يعني خالص شكرنا وتقديرنا لهذا الشخص انه مد اول لازم شخص لنا يتعب الاشخاص الموهوبين يعني حرامات احنا ما شاء الله عندنا طاقات كلش حلوه بعض من عندهم حتى دا يروحون خارج العراق ممكن ما يشوفون فرصه ولكن صحيح. اليوم لما يكون يشوفون انه اكو دعم لهم اكيد راح يبقون ببلدهم وينتجون هنا استاذ لي ايضا حابه يعني اعرف من عندك مواقع التصوير وين كانت يعني هل مثلا كل المحافظات العراقيه هل اكو مثلا بعض خلينا نقول مشاهد صورتوها اصلا خارج العراق اغلب المشاهد اللي تصورت هي كانت داخل نينوى نعم. مدينه الموصل، <applause> كون انه مدينه الموصل كانت طالعه من دمار وخراب، فاحنا حبينا نظهر الصوره اللي رجعت بها مدينه الموصل الى كميه الجمال اللي كانت تتمتع به قبل الاحداث وكميه الجمال اللي رجعت لها بعد الاحداث ايضا، فكانت اغلب المشاهد مثل ما تشوفون انه هي كانت المكانات اللي مدمره، المكانات اللي تحت الانقاض يعني كانت اغلبيه المشاهد مثل ما جاي نشوف أنا وانتم انه المكانات اللي تستحق انه نستعيدها فاحنا مم. كان تركيزنا على انه التصوير يكون داخل الموصل حتى نظهر كمية الخراب وايضا نظهر كميه الجمال كذلك انه اكو بعض المشاهد مثل هذا المشهد احنا صورناه في اربيل كذلك اكو مشاهد صورناها في دهوك فكانت الاغلبيه لمدينه الموصل حلو, حلو. طيب استاذ ليث أبطال الفيلم انت سميتهم ابطال خلينا نقول البطوله الجماعيه المتشعبه. صح. ليش سميت هالاسم؟ وليش هم يمكن كانوا متكونين من سبع ابطال مو؟ هم اكثر من سبع ابطال أكثر. يعني إيه حقيقه اكثر من سبع ابطال. آه الفيلم هو احنا اعتمدنا على شخصيه واحده. نعم. راح ننجح الشخصيه ونعوف بقيه الشباب. صح. آه احنا اعتمدنا بالعمل كون انه العمل يعني ضخم يعني الفيلم ساعه ونص آه اعتمدنا على البطوله الجماعيه يعني احنا اغلب الشباب الموجودين ويانا بالفيلم هم شباب موهوبين يعني. بالرغم أنه أكو بيهم دكتور أكو بيهم إدارة اقتصاد أكو بيهم ما دارس فن أصلا يعني حلو. بس مجرد أنه الموهبة بداخله فإحنا مدينا إيدنا لكل شخص أنه يحب أنه يريد يصل بس ما أكو إيد تمد له. فصراحة كانت المبادرة بالبداية أنه مدينا إيدنا لكل شاب موهوب يعني أيه. اغلب الممثلين اللي ظاهرين امامكم بالشاشه اللي هم دكاتره بكليه الفنون الجميله ايضا مثلا دكتور نذير عبد الغني العزاوي ودكتور محمد اسماعيل الطائي واستاذ محمد المهدي عضو بنقابه الفنانين السيد عبد ليش عندكم بنيه واحده بس ليش هي شيء؟ هذا شفتوه بالتكريم هو الفيلم مشاركين به تقريبا اكثر من سبع ثمان ممثلات اوكي بس وقت التكريم حكم انه من محافظه الى محافظه وكان أيه؟ التكريم من سيد الوزير بمحافظة الموصل فالأغلبية تعذروا انه يحضرون على العرب. تمام، <applause> <applause> طيب أستاذة شنو الرسالة اللي كنت حاب توصلها من خلال هذا الفيلم؟ والله هي الرسالة اللي كنت حاب أوصلها هي صراحة أنه أول شيء أنه احنا ما اعتمدنا على أنه نوصل رسالة مثلا آه سلبية أو إيجابية، احنا كان بروحنا أنه آه روح الفريق الجماعي يعني أنه احنا كانوا الشباب اللي ويانا كانوا يريدون ينتجون شيء يستفاد منه بقية الشباب اللي من أعمارنا يعني. آه احنا اصغر واحد بينا تقريبا اللي هي بطلة الفيلم سما كان عمرها 12 سنه واكبر واحد بينا اللي هو دكتور محمد اسماعيل تقريبا عمره 67 الى 68 سنه نا. فكل اللي كانوا ويانا هم رادوا يوصلون رساله انه احنا نقدر يعني من اصغر واحد الى اكبر واحد بينا نقدر نوصل رساله ونقدر نشتغل علينا. ونقدر بس مجرد انه احنا كان الدعم اللي يريدوا بالبدايه ما حصلنا دعم بس بعدين وزاره الثقافه ما خلت علينا اصلا الحمد الحم لله طيب استاذ ايش قد استغرق مدة يعني التصوير مثلا للفيلم كامل؟ مدة التصوير فقط مدة التصوير تسعة اشهر. يعني احنا كان عندنا المشهد الواحد نعيده مرة ومرتين وثلاثة وأربعة إلى أن نحصل على الشيء اللي احنا مقتنعين به يعني أنه آه مثل ما ذكرت أنه احنا عندنا بعض الممثلين موهوبين يعني مجرد أنه تصوير واحد خلاص انتهينا من ال المشهد ماله صح بس اكو بعض الممثلين يحتاجون يعيد مره مرتين ثلاثه صح. كون انه اغلب الممثلين هم ما مشاركين باعمال سينمائيه ولا اعمال تلفزيونيه ولا مشاركين انه كذلك انه الممثلين اللي موجودين اني يعني ما استعينت بطلاب مسرح او طلاب مو انتقاصا بهم بالعكس لانه اريد ابرز مواهب الشباب الموجودين قبل ما ابرز مواهب طلاب الفنون الجميله يعني الفنون الجميله مثلا عندنا عمر العمده عندنا ليث القاسم شباب موهوبين يعني ظاهرين بمسلسلات وظاهرين ببرامج تلفزيونيه والشباب كلهم خير وبركه. نعم، طيب استاذ ليث احكي لنا شويه همينا عن الكادر الفني اللي كان موجود وياك. الكادر الفني طبعا الكادر الفني اشترك ويانا اغلبيه الكادر الفني كان من داخل العراق بالاقليه كانوا من خارج العراق يعني كان عندنا من ايران الاستاذ محمد الاميري وكان عندنا من المانيا ايضا كادر صوت آه كان عندنا من تركيا كادر صوت آه الشباب اللي موجودين كانوا آه من ديالا كانوا على التصميم والديزاين وكان عندنا الموسيقى التصويرية آه طبعا أنا أحيي من خلال برنامجكم الموزع الموسيقي اللي هو كريم جرا آه موزع عالمي يعني أنا بالنسبة لي موزع عالمي على شغله على آه تكنيك ماله على مع العلم أنه هو شباب صغير بس أنه إحنا ما اتجهنا لهذه الشغلات يعني أنا أتذكر أنه أول ما تعرفت على على الاستاذ كريم جرا كان من خلال مقطع موسيقي ناشر هو موسيقى كانت يعني اكثر من رائعه يعني قد ما احكي لكم عنها ما راح استوعبوها مثل ما أنتم راح تسمعوها وتشوفونها بعينكم هو صار عندنا فضول نشوف الفيلم بصراحة والله يعني هو حالياً نزيك. الفيلم هو صار تحت إدارة وزارة الثقافة ووزارة الثقافة عرضته عرض واحد يعني بجامعة الموصل جامعة الموصل تسع شاء الله. ألف شخص كانوا بالحضور بهذا اليوم اللي شايفينه قدامكم كانوا الحضور ثلاثة آلاف شخص يعني حل. آخر شيء اضطروا انه يسدون باب مم. المسرح اللي انعرض به الفيلم يعني قبطت من خارج الجامعه ومن داخل الجامعه كان زخم كلش بالحضور ما شاء الله وان شاء الله ايام قريبه ايضا السيد الوزير راح يعيد العرض ماله هنا باربيل راح يكون اكو عرض للفيلم باربيل انعرض نعرض نعرض مره ثانيه باربيل نعرض في سينما امباير مم. حلو يعني, يعني موجود ايه. انه لكل الاشخاص لا حاليا توقف العرض حاليا توقف من صار العرض تحت اداره وزاره الثقافه وقفت ايه. العرض لانه باعت الحقوق يعني وزارة الثقافة اخذت الحقوق واخذت نعم. كل التفاصيل وانطتنا أتعابنا يعني وزارة الثقافة من هذا العمل كذلك انه ما انسى انه الفيلم شارك بمهرجانات دوليه وحصل على ثلاث جوائز يعني حصلنا الله. على جائزه بالمغرب جائزه افضل فيلم شبابي وحصلنا على جائزه بمصر مهرجان القاهره الدولي وحصلنا كذلك انه شارك الفيلم بمهرجان القدس السينمائي اللي هيا. قام بلبنان السنه الفاتت والحمد لله ما زالت ان شاء الله للعالمين ان شاء الله لأنه تستحقون وهذا الشيء مبين يعني من التعب والفيلم مبين يعني تسعة اشهر مو قليلة بصراحة كل يعني كلش مو قليلة كلش كانت كل يعني, يعني كان لهذا احب يعني عفوا على المقاطعة اريد اعرف شنو الصعوبات اللي واجهتوها اثناء هالتسعة اشهر التسعة اشهر كانت من اكثر الصعوبات اللي واجهنا هي توفير السلاح <applause> يعني كانت الموافقات الامنيه كلش صعبه يعني بالبدايه كانت صعبه علينا بس بعدين من شافوا العمل وقروا السيناريو وشافوا تفاصيل الفيلم فهم اللي سهلوها علينا بالنسبه للتمثيل كان من اصعب المشاهد اللي اشتغلناها هي مشاهد تقريبا الاكثر من 25 طفل <applause> كان المشهد انه يصير انفجار وهم قاعد يلعبون ويتونسون وقاعد صح. فرحانين بالعيد فكان انه موجودين كل الاطفال اللي هم ينصابون وينقتلون آه هذا الفيلم آه هو كان محظور من العرض يعني للعلم يعني بقى الفيلم محظور من العرض لفتره من الزمن بعد ان صلحوا مشاهد اللي شالوا منه هذا المشهد مع انفجار ليش الأطفال ليش اعتبروها يعني من الواقع اللي عشناها؟ نوعا ما، نوعا ما انه اعتبر هذا العمل نوعا من الواقع وكذلك كانت المشاهد اغلب المشاهد كانت خصوصا مشاهد الاطفال كانت مشاهد دمويه يعني شويه جريئة يعني ما أي شخص أو طفل أو يقدر بس هي حقيقية بالنهاية يعني هي احنا ما نقدر نقول حقيقية 100% بس إنه قصة الفيلم هي 80% حقيقية امم اه. يعني نعم. من الواقع القصص مأخوذة من الواقع. من قصة الفيلم هي واقعية مم. نعم. بس تعرفين أنت كاتب السيناريو يعني لما كتبنا السيناريو اه أني واستاذ فلاح عبد حمدون اه كان اختيار المشاهد إنه نبعد عن الواقع <applause> بس انه انت وين ما رحت راح ترجع على الواقع يعني انه انت ايش قد ما بعدت عن واقعك راح ترجع على الواقع نفسه يعني الظروف اللي قاعده تمر بها يعني باي بلد اه ايضا انه الفيلم ما هو يعتمد على قصه ما اتوقع اذا احد العرق. ما شاف الفيلم يمكن انا هم من اشوف الفيلم يعني سوري على المقاطعه بس تذكرت شغلات انه يمكن انا من اشوف الفيلم اتذكر بمخيلتي هاي الشغله صارت بفلان سنه وفلان مكان مستحيل كل عراقي اذا ما يشوف الفيلم ويتذكر شغلات اللي هو مار بي او سمع بي او شافه حتى يعني بالضبط صح اكو مشاهد من العرض اللي قاعد تشوفونه قدامكم اللي انعرضه بجامعه المسرح يعني انا استغربت من شفت انه بعض الشخصيات وبعض النساء قاعده تبكي على مشهد يعني هذا الشيء بحد ذاته انه انا اعتبره نجاح من انت قدرت توصل الاحساس للمشاهد انه قدرت تبتشي قدرت تضحكه قدرت تفرحه قدرت تذكروا بمشاهد مرت وياه بالواقع فعلا طبعا استاذ ليس شكرا لك شكرا, شكراً لوجودك ويانا نتمنى لك كل التوفيق يا رب نورتنا شكرا, لكم. شكراً, شكراً جزيلا شكراً